كما كنت أقول عزيزي برج الدلو، أنت متسامح كذلك، لست فقط كريم بل متسامح بزاف، وقوتك الداخلية، قوتك الداخلية هي أنك عندما تريد شيء، مثلا تريد قطف نجمة من السماء، وليس أي نجمة، ليس هذه أو هذه، لأن النجوم يعني هناك نجوم مختلفة، هناك نجوم زرقاء، هناك نجوم بيضاء وحمراء وبرتقالي وصفراء، يعني أنت ليس أي نجمة، أنت تريد هذه بالذات وبالتحديد، وعندما تريد شيئا أنت تصل إلى ما تريده. هذه هي قوتك الداخلية عزيزي برج الدلو. يعني أنت تريد أن تملك هذه النجمة. نعم، هذا فقط مثال. لذلك ماذا يجب عليك أن تفعل؟ أن تودع كل ما يبعدك من نجاحك ومن أهدافك، يعني أن تودع كل الطاقات السلبية وكل ما يرسم لك أن هذه الأشياء وهذه الأهداف صعبة ولا مستحيلة، يعني طاقات سلبية، أو يقولون لك مثلا لا يا عزيزي هذا الشيء يعني فيق، يعني نوض، لا أنت تحلم، أو كن واقعي، أو أنت تحلم، استيقظ. كل هذه كلمات سلبية، طاقة سلبية. ابني سور واجعل هذا السور الغير مرئي الذي يحيط بك ويحميك، تعود هذه الطاقة لصاحبها، يعني تعود لمن يرسلها. لماذا عزيزي؟ لأني أرى هناك هنا كارتات الحزن، الكثير من الحزن عزيزي برج الدلو. لا تخلوني نحط الكارت. واو، وأنا أقول لكم أنت ستودع الطاقة السلبية لكي تصل إلى مبتغاك، يجب أن تودع الطاقة السلبية، وهذا ما ستفعله. أخرى التي قلنا أنك ستودع الطاقات السلبية، واخا أنت تحلم، أنت إنسان تحلم، نعم أنت تحلم، ترسم أحلامك، أنت إنسان يعني تؤمن بأن الأحلام تتحقق، واخا وهناك طاقة سلبية تقول لك استيقظ يا فلان، يعني طاقة سلبية، وهذا يعني تمنعك هذه الطاقة، تمنعك وتجعل ذبذباتك تنخفض، واخا تدنو. لذلك أنت عزيزي إذا كنت تحلم فاحلم. هناك هذا الكاتب وشاعر، هذا الشاعر إدغار ألان بو، وهو كذلك سبحان الله، هو كذلك برجه الدلو، يقول، شوفوا، يقول أن الذين يحلمون خلال النهار هم واعون، ويعرفون واعون بالعديد من الأشياء، أشياء تهرب من الذين يحلمون فقط بالليل، تفهمون؟ يعني الأحلام عزيزي، الأحلام تهيئ وإعداد لما سيحدث لك في حياتك، لذلك احلم، احلم فالأحلام تتحقق، ولا تترك هذه الطاقات تمنعك من أن تصل إلى أهدافك، احلم وارسم ما شئت في خيالك. بالنسبة للبعض منكم أرى ربما رحيل إلى بيت جديد، وكذلك عمل جديد أو مشروع جديد، لكن سترتاح بزاف في هذا العمل، ووراء هذا العمل نجاح كبير، سيكون عمل ناجح إن شاء الله بالتوفيق. وكذلك أرى أن هناك سفر إلى مكان جميل جدا كنت تحلم به، تطغى هنا الأحلام، أنت تحلم كثيرا، تحلم كثيرا، وكل ما في بالك سيتحقق إن شاء الله. التي هذا كنت أقول، نعم هناك سفر إلى مكان جميل بزاف، مكان أخضر جميل جميل بزاف. عزيزي برج الدلو، قبل ما أنسى، لونك هذا لتتحقق أحلامك، ليكون لونك هذا العام اللون الأزرق، الأزرق الذي هذا الأزرق الذي هو يعني بحال بلاتي، نشوف
بحال هذا الأزرق، يعني بحال التوركواز الذي هو الأزرق البحري الأزرق السماوي، واخا يعني الذي الأزرق الذي هو خليط ما بين الأزرق والأخضر، وهذا الأزرق تفهمون واخا يعني الأزرق السماوي بلو مير اي بلو سيال، واخا هذا سيكون لونك، لأنه لون السلام، لون الوئام، ولون لون الوصول إلى ما تريده، لكن بيقين وبسلام. يعني وراء هذه الأحلام هناك يقين بأنك ستصل إلى ما تريده، لكن كيف؟ بالكثير بالكثير من السلام الداخلي والوئام. واخا هذا من جهة. بالنسبة لمن ليس لديه حبيب، تهيمن هنا العاطفة، تهيمن بزاف بزاف العاطفة. يعني رأينا في قراءات أخرى هناك روحانية، الأخرى فيها نجاح مادي، لكن هنا تهيمن العاطفة بزاف بزاف بلاتي. يعني كارتات غريبة اليوم، هناك الكثير من المعاناة، أرى الكثير، لكن بلاتي لنرى. لمن ليس لديه حبيب، عزيزي برج الدلو، أرى أن الأهل يصرون على أنه يعني وقت الزواج، وعليك أن تتزوج، يعني هذه الأشياء يعني نراها عادية في البلدان العربية، يعني تصل المرأة إلى سن معين، صافي كبرتي ويجب أن تتزوجي. لا، وأنت عزيزي برج الدلو أنت تحلم، أنت تحلمين، أنت أرى حتى خطوبة، خطوبة، لكن هذا الشخص ليس حبيب الروح، ليس توأم الروح، وأنت كما قلت أنت يعني تؤمن بالحب وبأمير الأحلام. وهناك من جديد الطاقة، تكوني واقعية، استيقظي، هذه الأشياء تحدث فقط في الأحلام وفي الأفلام، وأنت تريد أن تحقق حلمك. لذلك أنا أصر دائما استمعوا لكل القراءة، لأنها في الحقيقة مهما كنت عازب، مطلقة، أرملة، لديك حبيب، فهي طاقة واحدة، وأكيد أنها هناك رسالة في كل القراءة. وخا نواصل. إذا عزيزتي أرى حتى خطوبة، لكنك أنت يعني ربما هو فقط يعني هي فقط يعني إصرار، أنت تريدين إرضاء الأهل، لكن أنت لا تحبين هذا الشخص، وبالتالي هذه الخطوبة ستفسخ، لأن ليس هناك حب، أنت تؤمنين بالحب، أنت تريدين أن يعني تنتظرين وصول توأم الروح وأميرك والأمير إلى حياتك. يعني أنت لا تتوهمين، فالحب حقيقة، هذا كلام إيمان. تحبين أن تحلمي فاحلمي، فالأحلام تتحقق، اكتبوها، أحلامك تتحقق. والحب، الحب هناك من يقول أن الحب غير موجود وهي كذبة، لا، هذا ليس صحيح، فقط من لم يعيش الحب يقول ذلك، لكن من يعرف الحب وعاش الحب وأحبوه يعرف أن الحب موجود. وأنا أقول لكم، أنا أقول لك يا عزيزتي، عيشي أحلامك، فالحب حقيقة، وقوة الحب تحرك الكون كله. إذا كان الإيمان يحرك الجبال، فالحب يحرك الكون والسماء. أما بالنسبة لمن لديه حبيب ويسأل عن الحبيب، الله، راه هنا حزن 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 عميق بزاف بزاف، بزاف ديال الحزن. هذا الحبيب أول شيء، هذا هو هنا انجذاب عظيم ورهيب. هذا الحبيب يهرب، لأن هذا الحب عميق جدا، وهناك جاذبية قوية قوية جدا، نارية، هناك جاذبية قوية نارية عظيمة غير عادية. لذلك هذا الحبيب أراه يهرب، أراه يهرب ويعود. لماذا؟ لأنه يعاني، أرى يعني نفس الطاقة، أنت تعاني وهو كذلك يعاني. أريد أن بلتي خليوني نزيد الكرت، لأنها قراءة عجيبة هذه القراءة، لأن تهيمن بزاف العاطفة. بلتي نحط هذه، واحد جوج، ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعم. قلت أن
هذا هنا انجذاب عظيم، رابط غير عادي، أقوى حب يعني رأيته لحد الآن. هذه قراءة عاطفية، يعني برج الدلو تهيمن العاطفة بزاف، والحب العميق 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 يا ربي الحبيب، واخا الكثير 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 من الدموع والكثير من يعني حب قوي. قد يكون هذا الحبيب يحس بجاذبية مغناطيسية، أنه تجعل عندما يراك أو يكون بقربك هذه القوة تدفعه إليك، ويريد أن يحضنك، ويريد أن يعانقك بقوة. أصر على أنها أقوى قراءة حب رأيتها لحد الآن لهذا العام 2020. هذا سجين حبك، والمشاعر متبادلة، مشاعر متبادلة. هو كما قلت يهرب، يهرب لماذا؟ لأن أنت الجحيم، وفي نفس الوقت أنت الفردوس، تفهمون؟ يعني نتكلم عن الطاقة وعن المشاعر. بالنسبة له البعد جحيم، لكن القرب جنة، جنة النعيم. هذا رابط قوي قوي وكبير بزاف، أكبر من موجات البحر، يعني عميق بزاف وعنيف، لأني أرى هنا بزاف بزاف ديال المعاناة. واخا خليوني نزيد الكارت لأني عجبتني هذه القراءة، وقراءة عميقة بزاف. الله، واو، قبل أن أنسى الأبراج التي أراها، أولا مائية عقرب سرطان أحوت، هوائية ميزان دلو مثلك وجوزاء، ونارية أسد حمل وقوس. وخا قلت أن هذا الحبيب، هذا الحب قوي وكبير، مثل مهم عنيف، ماشي غير قوي، عنيف بزاف. هنا الحبيب يعاني بزاف. إذا كنت لا تعرف ذلك فأنا أقول لك أن حتى أنت ترى الحزن في وجهه، يعني كتشوف وجهه هذا الحزن وهذا المعاناة الشديدة والقوية. آسفة بزاف لكن هذا ما أراه، يعني باش تشوفوا بأني صادقة، أنا أقول لكم ما أرى. عندما أرى روحانيات وهذه الأشياء أنا كنقولها لكم، عندما أرى أموال كنقولها لكم، عندما أرى فرح وسعادة أرى كنقولها لكم، يعني دائما أقول لكم الصراحة. واخا لكن هنا الكثير الكثير من الحزن من أجل هذا الحب. لماذا؟ لنرى لماذا، لماذا رغم هذا الحب هناك معاناة. هذا الحبيب كما قلت يذهب ويعود. لماذا؟ لأنك أنت داؤه ودواؤه، أنت سجينه أو أنت سجينته وهو سجينك، والمفتاح في يدكم لكن لا يمكنكم السيطرة، لأن الروح أقوى. هذا حب روحاني، حب روحي عفوا، حب سماوي. أني أرى أن هناك جاذبية قوية وعواطف، يعني هناك الكثير من جوج ديال الأشياء، يعني النار والعواطف. واخا واصل، أنت لا تستطيع التحرر ولا هو يستطيع التحرر. هذه بعد يعني كتبوها، لأنها يعني أنه حب أبدي، حب سماوي، لا يمكنك أن تتحرر منه ولا هو يمكنه التحرر منك. هنا حب متبادل، حب متبادل، حب جميل جدا، حب شو غادي نقول لكم، لا أجد الكلمات، حب رائع عظيم. ولماذا، لماذا كل هذا واخا هذا الحبيب ربما لديه طرف آخر، وربما أنت لديك طرف آخر. هذا الحبيب أراه أنه يعيش وحيد وحزين، حتى وإن كان له يعني أهل وأسرة وربما حتى أطفال، ولكن يعيش وحيد وحزين، وأنت كذلك، أنت تشعر بوحدة وبحزن عميق جدا. هذا الحبيب قد تكون هذه يعني
حب علاقة إما ثلاثية أو حتى رباعية، وهذا الحب ليس جديد، بل له 3 أو 4 سنوات أو أكثر، لكن أرى أن الحب يكبر والشغف كذلك. يعني هذا حب يعني دائما دائما يعني دائما موجود، هذا الحب أبدي أتغني لا يفنى لا يفنى، حتى بعد الموت سيبقى. لماذا؟ لأنه توأم الروح وتوأم الشعلة وخيطك الأحمر. وخلي ذلك هذه القوة العنيفة في العواطف. المهم، هذا الحبيب وصل لدرجة أنه يحتاج لإخراج ما في قلبي، ربما كان حب في السر، لكن وصل إلى مرحلة أن عليه أن يفجر القنبلة العاطفية، لأن هذا دمار بالنسبة، دمار عاطفي. عندما يكون بقربك يرتاح من جهة، يرتاح وخا يرتاح معك فأنت عالمه يرتاح، ومن جهة أخرى هذه الجاذبية يحتاج، لأن يعني عقلك يقول له هزها واهرب، يعني اخطفها واهرب بها. تفهمون؟ قد يكون هذا حب ممنوع، وهنا أرى أنه لا يمكنه التحكم والسيطرة على المشاعر، وهنا تعب، تعب من الكتمان، والهوات كذلك تعب من الهروب والرجوع. هذا إدمان وهوس روحي. لماذا؟ لأنه توأم الروح، توأم الشعلة وخيطك الأحمر، معاناة شديدة. هذا الحبيب لديه خراب عاطفي. أنا آسفة، أرى الكثير من المعاناة هنا. إلى غويني إيموسيونيلمون، يعني بحالك بحالك، هنا أرى الكثير من الدموع. لكن بلاتي حبيبتي، أنت وهذا الحبيب لديكم تخاطر طوال اليوم، هو حزين وأنت حزين، هو يبكي وأنت تبكي، يحلم بك تحلم به، يفرح تفرح، نفس الطاقة، لأنه توأم الروح وتوأم الشعلة، وأخي يعني يعني قوية، يعني المشاعر تكون قوية والألم كذلك قوي بزاف. لكن عزيزتي ارتاحي لي أرجوك. فهذه القراءة في النهاية قراءة إيجابية رغم المعاناة. لماذا المعاناة؟ لأنه توأم الروح والشعلة، وهذا تكون يعني علاقة صعبة ومعقدة، وهناك عوائق، وهناك مهم، تفهمون تعرفون ماذا يحدث مع هذا ذلك. يعني هذا الحبيب عندما يهرب ويعود أنت تشفق عليه، لأنك ترى هذا الحزن الكبير في وجهه، يعني كتشوف، يعني تعرفه لأنه نواصل. قلت أنك يعني تشفق عليه عندما يعود، لأنك يعني تعرف، لأنها نفس المعاناة، معاناتك ومعاناته بحال بحال، نفسها مشاعر متبادلة، خيطك الأحمر، روح واحدة في جسدك.